السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقة كيفاش تفصلي التكشيطة ديال الصاري. هذا هو القفطان، والزواق ديال الصاري كاين بزاف ديال الاشكال والانواع. انا اخترتكم هاد الزواقة، هادي فيها زواقة في الجلايل وما عندها زواقة في الدار. هاد الزواقة هادي انتم كتشوفوا، هاديك كتقسمها كتني التوب على جوج، كتلاقي زواقة مع زواقة. انتم كتشوفوا هادي هي الضوفة ديال الامام، كتطلق التوب بحال هكا. انتم كتشوفوا الزواقة كيف من التحت كيف من الفوق. هاد الزواقة هادي غادي كدير القياس بحال دابا اللي بغيتي، مترو 60، مترو 50، مترو 55، مترو 65، تال 70. علاش الزواقة طالعة صارية عادية، وكاين شي زواق كيحكمو عليك دير بحال دابا مترو 70، انت التكشيطة خصك دير فيها مترو 60. كتكون عندها زواقة في الدار، والزواقة ديال الصارية كتكون هوادة تلتحت ومرسوم الكول. احنا برنا هنايا مترو وخمسة وستين في الطول ديال هاد التكشيطة هادي ديال الصاري. انا كنت راسي دابا الطول ديال التوب. وخصك ضروري يكون عندك جوج مقوسة، واحد ديال التوب واحد ديال باش تهرس ديك العقيق، باش تفصل ملي تكون هذاك ديال العقيق وهذا ديال التوب. كضرب بحال هكا الطول ديال القياس اللي بغيتي نتايا، وكتجي لهاد المقص. هذا هو اللي كيهرس العقيق، لان هذا خاص غير بالعقيق، ما كنفصلوش به التوب لان كيمهرس من داك الماضي ديالو. من بعد ملي ضربنا الطول كنقسمو هاد الطرف، هذا انتما كتشوفو كنقسمو كنفتحو كنديرلو ديك الفتحة، كنهبطها حتى للجلايل لتحت. هادو هما الضوفات. عاوتاني نفس الطريقة، كتجيبو المقص الاخر هو اللي غيفكو مع هاد العقيق. هادي غي الضوفة ديال الأمام، قاص حال العقيق وفيه الحجر غليظ، خصك ضروري تساعد معاه شوية. احنا فكينا هاد العقيق، دابا غادي نجيو غنتنيو غنتنيو هاد الضوفات ديالنا ديال الامام. ها هما خليتهم على العرض ديالهم على الطول. دابا غنجيو وغنعبرو التوب بحال هكا. هاديك الصاب لا بغيت نديرها، هاديك الزواقة الا بغيتي ديريها في الجلايل ديال الدار ما تخرجلكش، لان التوب فيه غير مترو وربعين في العرض، ما يمكنش دير لك مترو وربعين في اللبسه. كنختاروا هاد التوب هذا كيكون لاصق فيه، التوب هذا كيكون تقريبا فيه 6 متر ديال الطول. الطرف هذا هو اللي غنديرو في الضوفة ديال الخلف الظهر. انا قطعت الطول اللي خصني، قطعنا دابا الضوفة ديال الأمام وديال الخلف. دابا غادي نجيو للقفطان. القفطان تو فيه 2 متر و60 سنتيم. بزاف ديال الناس كيديروا فيديوهات ديال الصاري ولكن ما كيبين لكمش الطريقة هي ديال القفطان. أنا كنبين لكم الطريقة ديال القفطان من التكشيطة
من الاول حتى التالي ديالها، من البدايه حتى النهايه، باش ان شاء الله كل شيء يستافد. اول حاجه القفطان معروف في الصاله ديالو، كنعبرو 50 سنتيم، كتخرج لنا الكمام. احنا عبرنا 50 سنتيم، دابا غادي نضربو هاد الكمام. هادو هما الكمام ديالنا. دابا غنطلقو التوب ديالنا، غنتنيوه على جوج وعلى الطول ديالو. التوب كتني على جوج، كدير الحاشية مع الحاشية، وكتني التوب على جوج على الطول ديال التوب، وكدير الجهة اللي مفتوحة هي اللي تكون جهتك، والجهة اللي مسدودة هي اللي كتكون من هاد الجهة هادي. علاش؟ هي اللي كتخليك تعبر القياس اللي بغيت ديال شحال خصك دير في الصدر، واش 30 ولا 32 ولا 31، هي اللي كتحكم. دابا غادي نعبروا الطول اللي درنا في الصاري في الفوقانية، غنديروه في الطول هنايا في القفطان، وكنطراسيو القياس. بحال دابا هاد اللبسة هادي غنديرو فيها 32 في العرض ديالها، كتزيد شوية وكدير 33، كتزيد شوية عاوتاني وكدير 34، وانت غادي 35، وانت هواد كتعبر 36، باش كتجي تكشيطة ايفازي شوية من التحت، حتى كتوصل ل 52 ولا 55 ولا 54 في الجلايل، باش كتجي تكشيطة عريضة من التحت. ونتمنى الفيديو يعجبكم واستفدوا، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. دابا غنجيو غنضربو هاد الضوفه ديال الامام ديال القفطان، والظهر هو هذا، الضوفه ديال الخلفيه اللي من هنا، والضوفه ديال الامام هي اللي من جهتي انا. الكمام قطعناهم، دابا هادي الضوفه كنضربوها بهاد الطريقه. كاين اللي كيدير طرف، نورسكم الطريقه باش بلا طرف، الطريقه كيفاش تشد القياس. 32 33 وانت هابط لجليتك، كتوصل 55، ولا كانت عاوتاني فيها 27 في اللبسه وانت غادي 28 29، وانت هابط حتى كتوصل ل 50، على حسب داكشي بالدرجات. دابا طلقنا الظهر ديال القفطان، غنجيو غنطلقو الظهر عاوتاني عليه ديال الصاري. كدير الظهر على الظهر، طريقة كلاسيكية معروفة. الظهر ديال القفطان هو الأول، والظهر ديال الصاري كديرو في الوسط. علاش كنديرو هذا الظهر ديال القفطان هو الأول؟ لأن الصاري إلا ديرتو من التحت غي تجر شوية التوب يتكمشلك. انت الضراب صداق تخسر البياسة، كنديرو هاد القفطان من التحت شوية غليظ. كنديرو عاوتاني الضوفة ديال الأمام، كنديروها على داك الصارية، شتو كي كيلصق التوب في التوب خوه. كنديرو عاوتاني الضوفة ديال الأمام ديال القفطان بين داك الصاري. علاش؟ داك التوب هذا كيلصق، يمكن لك تمشي تزور غير واحد شويه التوب. الضراب انت بالمقاس ما تكونش رد له البال، تضيع هاد الصاري مثلا غالي غالي تقدر تضيعو. كنجيو للضوفة ديال الامام، هذيك اللي بديت بها هي الاولى، خليتها على العرض ديالها، كنطلقوها بحال هكا.
كتطلق مزيان الثوب كتقدو مزيان، لان ملي كتحط كدير العكس كيساعدك في الفصاله ما كيبقاش يهرب لك الثوب. كنجي عاد ثاني كنحطو الضوفه على اختها بالزواقه بكل شيء، باش كتجي معاوطه في الفصاله، ما تجيش مراجله، ما تجيش زواقه طالعه جواقه هابطه. كتبقى كد غير بشويه هكا بيدك كتجر الثوب غير بشويه باش كيساعدك. دابا غادي نعبرو الطول ديالنا 1.50 متر، 1.65 متر، كنعبرو الكتاف ديالنا 42 على جوج هي 21. كنديرو التركيز بحال دابا التكشيطة هادي فيها 32، كنديرو التركيز 29، 29 سنتيم. كنديرو 32 ديالنا زائد سنتيم ديال الخياطة، هادشي راه معروف الخياطة ديما سنتيم زائد ديال الخياطة ديال المعلم اللي غاي ديك التنية اللي غايتني ديك الغلي. عاوتاني كتبقى عود نفس الطريقة 32، 33، 34، 35، تال 55، تتقدها مع الزواقة. دابا غنجيو لهاد العقيق عاوتاني نضربو بعد الكتف، نضربو التركيز ديالنا 29 فيه، نضربوه ودابا غادي نضربو القياس اللي رسمنا واللي نضربوه. غنضرب دابا هنا جوج بياسات القفطان والصارية ديالها. والفيديو نتمنى يعجبكم، وتحياتي لجميع متتبعين. دابا هنا عاوتاني غادي نضربو هاد التصاري بهاد المقاس باش يساعدنا في الفصالة ديالنا. ضروري خصك يكون عندك جوج مقوسة، واحد غير على حساب العقيق، ما تفصلش بها داك اللي كنضرب بها انا دابا، ما كنفصلوش به، كنخليوها غير على حساب الصاري. الا جا الصاري هكا كنضربو داك العقيق، وهذا كنفصلو به التوب. الا تردم خصك ضروري تمطيه ولا يبقى يجر لك التوب. وتحياتي لجميع الدول العربية من المغرب الى المشرق، وتحياتي للمغاربة من طنجة للقويرة. دابا غادي نضربو الكول بهاد المقص، قاصح بزاف هاد العقيق، لان الا ضربتي بداك المقص هذاك غيضيع عليك المقص. ثم قاصح بزاف حتى في الخياطة، شوية صعيب الصاري في الخياطة. دابا ضربنا هاديك التقاوريرة ديال القرا ديال الدار، ضروري كتدخل واحد جوج سنتيم في الخلف ديال الدار باش كتجي نازله شويه ملي كتلبس المره اللبسه، ما كتجيش طالعه للفوق، كتجي نازله هي هذيك. دابا غنشدو قياس، غنديرو 11 سنتيم. الكول ما عندك كي دير الطراسي الطريقه ديالو فيه العقيق، ما هو حط الطراسي ما يبانش. كنضربو ديال العقيق بوحدو، يلا تسلك مع هاد العقيق هذا. خصك ضروري تحضي الا تمشي تضرب القفطان اللي من التحت، كيعذب شوية في الضرب ديالو، العقيق كبير
وما كيساعدش. هذا هو الكول ديالنا. احنا دابا ضربنا هاد الكول ديال الفوقية بواحد مشقة باش ضربناه. دابا غادي نضربو الكول ديال القفطان، تيكون صغير على ديال الفوقية، باش ملي كيتلبس كيجي القفطان باين شوية. وها الفوقية ديالنا تكشيطة بالقفطان ديالها حنا في الصنعة. دابا بقات الطريقة ديال نقصو نقدو هاد الخيار، هاد الجلايل، وملي تقاد الجلايل ضروري في الفصالة تنقص 2 سنتيم من الضوفة ديال الأمام، لأن ملي كتخيط كيهود كتقل على داك الصاري، كيتقل على القفطان، كيولي طويل من الأمام. ضروري تنقص 1 سنتيم ولا 2 سنتيم ونص، باش ملي كتلبسها المرأة ولا البنت كتجيها بحال القفطان، القياس اللي في القفطان في الفوقية. دابا غادي نجيو الكمام، نضربو الكمام ديالنا. خلينا الزواقة ديال الكمام، هذيك الزواقة هي هذيك، نضربها عاوتاني بديك المقص. ونتمنى الفكرة توصل صحيحة، واللي ما فهمش الفيديو يعاود يشاهد الفيديو. هذا هما الكمام ديالنا، ها لتحت يعني ها الفوق، جوج طراف ديال الكمام كنعبروا الطول ديال الكوم. مثلا هذا فيه 61، كنقطعو حنايا 63 حيت باقي غنضربو بالمقص. كنفتحوا هاد الطرف بهاد الطريقة لأن هادو كمام ولكن باقي مسدودين. غنفتحوها تاني بهاد الطريقة باش يبقى لنا كل طرف بوحدو. هادو هما الكمام ديالنا، هما قديناهم دابا. هادو هو الكم ديالنا، داك الطرف اللي قطعنا في الأول 50 سنتيم، هما هادو الكميمات. دابا غنعزلو الكمام كل واحد والطرف، كل طرف بوحدو، والقياس على حسب الكوم. كاين اللي كيبغي 14 سنتيم، كاين اللي كيبغي 16، كل واحد وشحال كيبغي. دابا عاد غنضرب انايا 61 سنتيم في الطول ديال الكوم. هو ضربت هاد الكوم هذا بلا لاطراس، ما طراسيتوش. كنعبروا التركيز ديالنا كنديرو فيه 29، وكنضربوا الكوم ديالنا بهاد الطريقة. وتاني ضروري مع هاد المقص تحيد هاد العقيق. كتضربو بوحدو باش يساعدك، وعاد ضرب الكم ديال القفطان. والكمام ديالنا مفصلين. وتحياتي لكم جميعا، وشكرا على التتبع ديالكم، وكنحييكم من المملكة المغربية. تحياتي لجميع الدول العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تستفيدوا إن شاء الله.